مستير الدفاع الإيطالي ماريو ماورو شدد على الحاجة الضرورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه في لبنان مع رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. قال ماورو إنه ينبغي على الأطراف الدولية التوصل إلى اتفاق سياسي يصب في مصلحة جميع السوريين. إيطاليا لديها وجهة نظر واضحة بشأن الأزمة في سوريا، ونحن نصر على التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة يصب في مصلحة جميع السوريين. لذا فإننا نتطلع إلى قدرة أمريكا وروسيا في التوصل إلى حل مع كل التعقيدات الموجودة، وسنجهد للعثور على موقف سياسي أوروبي مشترك. في اعتراف هو ثاني